بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول وخامس تدريبات اكسرسايزز البحثة السابعة الدرس الواحد وخمسون كانت لدى بثلاث الدرس واحد وخمسون تدريبات exercises الوحدة السابعة عشرة. تكلم، أجري الحوار كما في المثال. speak مثال الآتية أجري الحوار كما في المثال الآتية start the dialogue like in the following example. المقصف المكتبة. من أين أنت قادم؟ Where are you from coming? Where you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? أنا قادم من المقصف. I am coming from the مقصف كندي. وإلى أين أنت ذاهب؟ And where are you going? Where are you going? أنا ذاهب إلى المكتبة. I am going to the library. المكتبة. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المكتبة. وإلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى الفصل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من الفصل. وإلى أين أنت تذهب؟ أنا ذاهب. وإلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى الملعب. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من الملعب. من أين أنت إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المعمل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المعمل. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المقصف. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المقصف. من أو إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المطعم. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المطعم. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المسجد. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المسجد. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المكتبة. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من المكتبة. من أين إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب من إلى النادي. التدريب الثاني اقرأ read طارق طالب تابع مطعم المطلوب واسط مطاط انسق طالب مطعم باسط طابع مطلوب مطاط التدريب الثالث أعيد طاب طاب سطر سطر ربط ربط طين طين فاطن 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 شط شط التدريب الرابع ضع علامة صحيحا أمام الكلمة التي فيها الحرف الطاء put the correct sign in front of the in front of the word التي فيها
which in it the letter of tha. ثلاثة يبحث ثم فوق مطعم ضابط طابع تدريبات الكتابة رتب التدريب الرابع رتب الكلمات الآتية لتصبح جملة مفيدة رتب arrange the following words لتصبح to make So that they become a meaningful sentence. so that become beneficial So that they become a beneficial sentence or meaningful sentence. meaningful sentence beneficial sentence this we have so that become this. عاطف قادم من الملعب قادم من الملعب طارق يبحث عن الكرة طارق أن يبحث عن الكرة طارق يبحث عن الكرة. طارق يبحث عن الكرة عن كرة أتناول الكرة أتناول الغداء في المطعم I am eating lunch in the restaurant الخامس سل بين عبارات المجموعة خمسة وما يناسبها من عبارات المجموعة ب أنا ذاهب إلى المطعم لأتناول الغداء أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي الظهر أنا ذاهب إلى الملعب لألعب القرآن أنا ذاهب إلى المقصف لأشتري القلم الدرس الثاني وخمسون الدرس الثاني وخمسون أين أحمد؟ Where is أحمد؟ الوحدة الثامنة عشرة اقرأ القصة الآتية Read the following story. عبد الله يبحث عن أحمد في المدرسة. عبد الله is founding. Is it? Abdullah is looking for Looking Ahmad in the for. school. Abdullah is looking for Ahmed in the school. Looking for Abdullah. Abdullah देख रहा है अहमद ढूंढ रहा है ढूंढ ये रहा लुकिंग है फॉर का मतलब है ढूंढना ढूंढना सर्चिंग फॉर ढूंढ Abdullah يقول Abdullah says أحمد يحب القراءة أحمد like the reading أحمد is loves like reading. يقرأ Ahmad loves reading. أحمد loves the reading the reading أحمد loves the reading loves. هو في المكتبة. He is in the library. Abdullah يذهب إلى المكتبة. Abdullah is going to the library. في Abdullah المكتبة. goes to the library. Abdullah goes to the library. في المكتبة تلاميذ كثيرون.
In the library, تلاميذ كثيرون. There are many students. There are many students. They are many students. يقرأ التلاميذ الكتب. Students are reading the book. عبد الله لا يجد أحمد. عبد الله لا يجد. Don't Abdullah does not find Ahmad. did not find Ahmad. Does not. Does not Ahmad. Abdullah does not find Ahmad. Part 2. Abdullah يقول. Abdullah says أحمد يصلي الظهر في المسجد. أحمد is praying Zuhar in the mosque. عبد الله يذهب إلى المسجد المدرسة. عبد الله يذهب. عبد الله goes to mosque of school. Yes. في المسجد تلاميذ كثير. In the mosque many there are many students. يصلي التلاميذ الظهر. The students يصلي the students praying Zuhar. The students are praying Zuhar. عبد الله يصلي مع التلاميذ. عبد الله is praying with the students. Abdullah la yajidu Ahmad. Abdullah does not find Ahmad. Abdullah yaqulu. Abdullah says Ahmadu yuhibbu la'ib. Ahmad loves the play. Loves playing. Playing. Loves playing. Abdullah يذهب إلى الملعب. Abdullah is going to yeah, Abdullah goes to the Goes to the Abdullah goes to the playground. في الملعب تلاميذ كثير. In the playground there are many students. يلعب التلاميذ كرة القدم. The students are playing football. Abdullah لا يجد أحمد. Abdullah does not find Ahmad. Abdullah يسأل مصطفى. Abdullah ask to Mustafa. Asks Abdullah asks Mustafa. أين أحمد يا مصطفى؟ Where is Ahmed أو مصطفى؟ ذهبت إلى المكتبة. ذهبت. I went to the library. وذهبت إلى المسجد. I went to the mosque. وذهبت إلى الملعب. I went to the playground. ولا أجد أحمد. I do not find Ahmed. مصطفى يضحك ويقول. مصطفى laugh and says. أنت لا تعرف يا عبد الله. You does not know. Don't you know, oh Abdullah? Don't you know, oh عبد الله. Don't you know. Abdullah. Ahmad غائب اليوم. Ahmad is absent today. هو مريض في المنزل.
He is sick in the house. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following question. من يبحث عن أحمد؟ عبد الله يبحث عن أحمد. ماذا يقرأ التلاميذ في المكتبة؟ يقرأ التلاميذ في المكتبة مكتبة كتب. يقرأ التلاميذ الكتب. يقرأ التلاميذ الكتب. الكتب. هل أحمد في المكتبة؟ هل أحمد في المكتبة؟ Is أحمد in the library؟ لا أحمد في المكتبة. بس سمبل لا كده ايك لا بس لا. هل أحمد في المكتبة؟ لا. أين يصلي عبد الله الظهر؟ عبد الله الظهر. يصلي عبد الله الظهر في المسجد المدرسة. ماذا يلعب التلاميذ في الملعب؟ ماذا يلعب التلاميذ في الملعب؟ يلعب التلاميذ في الملعب كرة القدم. هل تحب كرة القدم؟ لا أحب. لماذا لا يذهب أحمد اليوم إلى المدرسة؟ لأن أحمد مريض في منزله في مريض منزلي في منزله في منزله. أين أحمد؟ أحمد إن أحمد في منزله. قل اكتب صحيحا او خطا. احمد لا يحب القراءة. احمد لا يحب القراءة. خطا. يقرأ التلاميذ الكتب في المكتبة. صحيح. احمد يبحث عن صديقه عبد الله. لا. خطا. عبد الله يصلي الظهر في المسجد. المسجد المدرسة. صحيح. يلعب التلاميذ كرة السلة في الملعب. يلعب التلاميذ كرة السلة. كرة السلة. سلة. في الملعب. كرة القدم. قدم. عبد الله يبحث عن أحمد في النادي. النادي. لا. خطأ. أحمد مريض في المنزل. صحيح. مصطفى يعرف أين أحمد. مصطفى يعرف أين أحمد. صحيح. الدرس الثالث وخمسون. تدريبات. exercises. الوحدة الثامنة عشرة. التدريب الأول. أنفي الجمل الآتية بلا كما في المثالين. أنفي ذا. make negative نفی کریں چلو جملوں کو منفی بنائیں make the following sentences negative with la like in that example Following sentence is negative with la, like in the rhythm. Make the following negative. इंग्लिश में वर्ड होता है नगेट नगेट negate नगेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ला Negate. Make the following sentence is negate with la, like in the example. ठीक है सर. सही है नगेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ला ओके ठीक है. नेगेट
the following sentences with la. مثال الأول هو يحب كرة القدم. هو لا يحب كرة القدم. مثال الثاني التلميذ يرسم الشجرة. The student paint tree. Paints tree. التلميذ paints tree. التلميذ لا يرسم الشجرة. المدرسة تقرأ القصة. المدرسة لا تقرأ القصة. البنت تسأل الأستاذ. البنت لا تسأل الأستاذ. الطالب يذهب إلى المكتبة. The student goes to the library. الطالب go to the library. الطالب لا يذهب إلى المكتبة. أنا أشتري كتب. I buy the book. أنا لا أشتري الكتب. أنت تعرف أحمد؟ نو أحمد. Are you know Ahmed? لا أنت تعرف أحمد، you know the Ahmed. you know the Ahmed. أنت لا تعرف أحمد. عبد الله يجد القلم. عبد الله لا يجد القلم. عبد الله did not find the pen. هي تبحث عن المطعم. She تبحث عن looking for the restaurant. هي لا تبحث عن المطعم. أحمد يحب التفاح. أحمد لا يحب التفاح. التفاح. تفاح. التدريب الثاني أجب بنعم مستعملا الضمير كما في المثالين. Answer with نعم. Use the pronoun Making use of the pronoun. making use the pronoun. Making. We can use the pronoun كما في المثالين like in two examples. مثال الأول هل هذا قلم؟ Is this your pen? نعم هذا قلمي. Yes, this is my pen. مثال الثاني هل فصل فاطمة؟ هل فصل فاطمة أمام المعمل؟ هل فصل فاطمة أمام المعمل؟ Is the Fatma's classroom in front of the lab? نعم فصلها أمام المعمل. Yes, her class in front of the lab. هل هذا صوت الجرس؟ Is this sound of the bell? نعم هذا صوت الجرس. هل كتابي في So to whom the gap pronoun is the one that can make pronouns. use of pronoun. نعم صوته. Yes. هل كتابي في الفصل؟ Is my book in the classroom? نعم كتابك في الفصل. نعم كتابك في الفصل. هل صديق مصطفى غايب اليوم؟ Is Mustafa's friend today absent? غايبون اليوم. غايب اليوم.
today absent. نعم صديقه غائب غائب اليوم. غائب اليوم. هل يهاب السر كيو لغانون؟ जी यहाँ पे नॉन क्यों लगाया था? किसी भी इसम के आखिर में तनवीन होती है और तनवीन के बाद जब अलिफ लाम आ जाए तो हम नून कसरा पढ़ते हैं गायब गायब निल। मुस्तफा गायब ठीक है निल नून बकाया गायब निल यौन हल मंजिलों का होना का इस Your house there. نعم منزلي هناك. هل هذه مكتبة الأستاذ؟ Is this table of the teacher? लाइब्रेरी बुक शेल्फ Oh, مكتبة. مكتبة. Library. نعم. هذه مكتبته. هل هذه حقيبة الساعات؟ نعم، هذه حقيبتها. التدريب الثالث. أعد كلمات الآتية مع إضافة ألف لام قبلها. أعد. Repeat the following words with extra add. Adding alif lam before it. Adding alif lam before it. قلم القلم علوم العلوم حساب الحساب معمل المعمل. شكر 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 الشكر زهر الزهر صباح الصباح ذهب الذهب ثالث الثالث طالب الطالب اكتب الأعداد بالأرقام في بين الكلمات المجموعة همزة وما يناسبها من كلمات المجموعة با شجرة حديقة كرة ملعب كتاب مكتبة صلاة مسجد غدا مطعم يهتك تيجي सही है चलिए।